اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الاستاذ جمال الزهير. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام، مساء الفل يا فندم. ايضا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن شرف ومنور. الله يخليك. خليني ابدا مع حضراتكم مباشره باداره كره القدم وما تفعله اداره كره القدم من بعض التغييرات في الجهاز الاداري ثم الجهاز الطبي ثم الجهاز الاداري وقطاع الناشئين، ايه رايكم في هذه التغيرات؟ هو دايما طبعا لابد، احنا قلنا مع نهايه كل موسم بيحصل تغييرات بيكون الهدف منها 100% مصلحه كره القدم في النادي الاهلي، بدليل ان هي جايه المره دي مش لاخفاق او فشل، ده جايه في انجح المواسم اللي حصل فيها بطولات، 5 بطولات مره واحده مع كولر، ومع ذلك برضو لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة أو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بصفته ممثل مجلس الإدارة في هذا الأمر، وتم يعني تدارس الأمر، ورأى المجلس ورأت اللجنة ضرورة إجراء تغيير في هذا التوقيت، لكن ليس في أي إهانة لأحد. صحيح، لأنه مش جاي بقول لحضرتك يعني مثلا ده لو حصل في موسم فيه اخفاقات هقول لك اه يبقى فيه فشل. وبعدين اللي يعني مدهش بقى جدا في الامر ده انه رغم صدور القرار واضح جدا، الا انه الناس يعني خدت وقت طويل على السوشيال ميديا وعلى حتى وسائل الاعلام بشكل يعني محدد في صحف وتلفزيونات وكلام ده بيقولوا يعني لازم مجلس إدارة الأهلي يعلن الأسباب اللي أدت إلى تغيير سيد عبد الحفيظ. طيب، وده سؤال معلش، ده مهم جدا. صح، لا هو فضل. إمتى بقى يكون لو في خطأ أو في كارثة؟ لا ده مهم جدا، لأنه أنا عايز أوصل لحاجة. حضرتك أستاذ محمود بتغطي النادي الأهلي بقالك قد إيه؟ فترة كبيرة. يعني مش بتغطي طبعا، مع انا اسف يعني، لكن طبعا انت اكبر مقاما من هذا الامر، لكن انا اقصد لا فترة يعني لا بس هو بدا كمان بدات يعني بدانا كلنا بدأ يعني طبعا انا بتكلم يعني كلكم اخواتنا يعني الكبار بقالك كم عمر يعني عمر طبعا طيب خلال هذه الفترة نقول 20 سنة مثلا 30 30 سنة 25 سنة 25 لا يعني خلينا 25 سنة خلال 25 سنة حضرتك والأستاذ جمال ينطبق عليه نفس الكلام يعني أنا أكتر شوية الأستاذ جمال أكتر شوية أكتر شوية بس حلوين يعني 25 سنة الأستاذ محمود، خلال 25 سنة هل حدثت تغيرات كثيرة في النادي الأهلي؟ طبعا طبعا كتير. هل حضرتك سمعت خلال ال 25 سنة دول عن أن هناك حيثيات خلال ال 25 سنة اللي فاتوا عن أي تغيرات بتحصل داخل النادي الأهلي؟ لا، او الاعلان عن لا طبعا الوضع حتى لو بشكل رسمي طبعا لا صح السؤال ده مهم كلامك الوضع والبيئه حاليا مختلفه عن السابق حلو جدا ولكن معلش انا بكلمك اهو مش مطالب مجلس برد السؤال خلال ال 25 سنه حصلت ولا كان في ما حصلتش لا ما حصلتش يعني عاوز اقول لك ايه دايما الصالح العام للي يعني بيحب المكان بتاعه حتى لابد دايما طول عمر الاهلي لما بياخد الاداره بتاخد قرارات تلقى الجمهور في سند الاداره حقيقي دي يعني عايز اقول لك ايه عشان كده لما جت طلعت مقوله الاهلي لا ياخذ قراره من المدرجات طلعت بعد قرار يمكن اخذه مجلس اداره النادي الاهلي ب رفض تجديد عقود الاربعه الكبار وقتها كابتن طارق زيد كابتن ربيع ياسين كابتن محمود صالح كابتن علاء ميهوب وقتها لما وقتها الجمهور في ناس غضبت يعني كان لسه الاهلي فايز بكاس مصر من الزمالك ويعني كان موسم وقتها صعب في 92 91 92 الامور وقتها طلعت منها المقوله دي الاهلي اللي هتحكمه المدرجات مش مطالب ما فيش مره الاهلي مثلا خد قرار انه مثلا مشى مدير كوره او قال لك طلع المبرر مش هيقدر يقول لانه هو دايما بيحافظ على تكوين وما يقدرش يقول مش في حاجات يا جماعه دايما في عباره لازم نحافظ عليها ونكون فاكرينها كويس جدا مش مطالب مجلس اداره الاهلي او اداره الكوره عنده تديك تفاصيل هي مش هتفيدك في حاجه ده في حاجات حفاظ على دولاب العمل داخل النادي الاهلي لا شك انه طبعا يعني قرار
تسليم وتسلم ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن خالد بيمو. طبعا حدث كبير، قيمه مدير الكره في النادي الاهلي قيمه كبيره جدا بالنسبه للاهلي وبالنسبه لجماهيره، وسيد عبد الحفيظ بحد ذاته يعني قدر يحط لنفسه وضعيه ومكانه بما تعلمه من السابقين حقيقي. بامانه شديده من اللاعبين اصحاب الخبرات اللي اكتسب اللي ادى دور وراح وجه على المكان. على فكره يا كابتن يعني فتره وجه ومشي، وبعد كده جه ناس ثانيه، وبعد كده مشي، وبعد كده رجع تاني. فانا عاوز اقول له ايه، انه الوضع حاليا بامانه شديده بقى فيه موحش غريب جدا. البعض حتى انقسم الجمهور، يعني الجمهور على السوشيال ميديا البعض عاوز يعرف ايه الاسباب، ودي على فكره مش منطقيه مش صحيحه. والبعض اللي هو فاهم وعندهم شويه من الخبره قال لك لازم نستند الاداره في قرارها، لانه هي دي نفس الاداره اللي خلالها استطاع الفريق في السنه دي يحقق العلامه الكامله في الفوز، هي صاحبه القرار، لابد من احترام قرارها ومسانده القرار ومسانده خالد بيبو في المرحله الجايه، لانك انت هتجد اول واحد هيقف مع خالد بيبو ويسانده هو سيد عبد الحفيظ نفسه. صحيح. ليه؟ لانه ده هو ده الاهلي، وطول عمر ولاد الاهلي كده مهما اختلف المكان ومهما اختلف الزمان، لانه كل واحد بيأدي رساله وبيأدي دوره بهدف واحد بس، انه يظل الاهلي في المرتبه الاولى دايما في كل البطولات وفي كل الاحداث. فانا عايز اقول لك ما فيش في الفتره الصعبه، على ما عصرت وشفت لم ارى من اداره الاهلي اي قرار طلعت بررت بيه هي مشت فلان وجابت فلان، هي تركت اللاعب فلان وقررت اللاعب فلان، ما فيش الكلام ده بتاعه. هو بياخد قرار بناء على تقارير فنيه بتيجي سواء من المدير الفني بتروح لاداره الكوره، اداره الكوره بتاخد القرار بما في مصلحه بعض القرارات ممكن تكون نوع من القسوه على الجمهور بيبقى مفاجئ بالنسبه لها، ودي تتعدى يعني على الصوابع يعني 1 2 3 4 نقدر نقولهم في التاريخ يعني. لكن بعد كده اكتشف انه كان القرار ده علاج لحاجات تانية، وانه الاداره بصت وشافت ما حصل في الاجازه بتاعت اللاعبين. طبعا ما انا بقول لك بعد الهزيمه من سان داونز والابقاء على الجميع كلا في مكانه. لا طب هي بص يا كابتن طبعا خصوصا هذا الموسم يعني امور طبعا عارف انت يعني هي المحاوله. وبرضه ارجع اقول لك تاني انه برضه ما زلت مصر على حاله الاندساس، الاكونتات المضروبه اللي هي مش اهلاويه على الاطلاق، اللي انت لو فتشت وجبت هتكتشف ان هم فعلا ما لهمش علاقه، هو كل هدفهم اللي هو اثاره المشاكل والبلبله. لكن الاهلاوي فاهم، لابد انه مؤمن بادارته وشايفها ماشي على طريق صح ان هو يساند في القرار. القرار حتى ممكن يكون زعلان. ما هو زعلان مثلا، مع الناس شايفه انه طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ يعني بامانه شديده يعني قيمه كبيره طبعا، ما حدش طبعا لا الناس ممكن تزعل، لكن عاوز اقول ايه، الاداره ما خدتش القرار اتجاه زي دي، خدت قرار شفاه لمصلحه النادي، مش هقول لك ضخ دماء جديده ودماء سيد عبد الحفيظ برضه دماء جديده ويقدر يدي، لكن هي شافت لوجهه نظرها لابد ان نحترم هذا القرار وتساند هذا القرار وتأيده، لانه كمان الفريق عنده موسم كمان شاق جدا. فانت هتبدا من النهارده تقعد تمشي ورا من يثير البلبله ويحط كلام ويرسم اخبار ويحط خطط ويعمل كواليس ويدور على كلام، كل ده الهدف لو قعدت من هنا ل 100 سنه قدام اداره الاهلي مش هتطلع تقول لك احنا خدنا القرار ليه؟ ما تتعبش نفسك، مش هيحصل، محدش هيقول لك، محدش هيقول لك. لا محدش هيقول لك. هو ده برضه يمكن يكون سبب مخلي في غليان في الاعلام، يعني الايام اللي فاتت كلها كل يوم تسمع سبب لا ده وكلها اسباب حتى بتهيألي معلش يا استاذ جمال كم سبب 20 سبب لغايه دلوقتي كل الاسباب دي حتى لو صحت يعني حتى لو هذه الاسباب صحت اللي سيد عمله الفتره اللي فاتت وكلنا نعلم هذا كلام يسمح ببعض الاخطاء لان احنا يعني احنا ناس يعني كلنا وانا هفترض بقى هفترض احنا قلنا انه هذا القرار جاي في انجح المواسم او صحيح. بعد انجح المواسم صحيح. ومع ذلك ليس مطلوبا من النادي الاهلي ان هو يطلع يبرر ولا يفسر قراراته. يعني مثلا في وقت ما كان موجود الكابتن طارق سليم في وقت ما كان موجود الكابتن حسن حمدي كموقع كمدير كوره في وقت ما كان موجود كابتن ثابت البطل وهكذا الله يرحمه. هل في كل مره كان بيطلع زي ما بتقول كده سؤالك الجميل ده، هل في كل مره كان بيطلع النادي الاهلي بيقول انا هعمل تغيير؟ لا ما حصلتش وعمرها ما هتبقى. انا قلت يمكن قبل شويه او لا لا لا. هو كابتن يعني ده على مدار التاريخ ده حتى ما هوش اسلوب عمل، قد يكون
الناس متابعه من بعيد. في ناس بتطلع تقول لك اصله ده كان لابس شبشب وده كان لابس تيشيرت مقطع وده كان متجوز مش عارف مين وده في ناس بتطلع تقول اسبابها. لا ما احنا ده مش موجود في النادي الاهلي. فده قد يكون اسلوب مختلف. بالظبط. هو انا بعذر الاعلام وبعذر السوشيال ميديا في حاجه، ان القرار كان مفاجئ. اقدر اقول انا ان هو قرار ما كانش ناس كتير متوقعاه. ليه؟ في نجاح على اعلى مستوى، لكن ده ما يعني رؤيه لمجلس الاداره ولجنه التخطيط. وبعدين المقارنه الظالمه اللي تمت والحكم المسبق. انا لسه كنت هسال حضرتك. يعني انا لا احب المقارنات. لا يعني مفيش حد زي سيد عبد الحفيظ ومفيش حد زي خالد بيبو. يعني دايما كل واحد بشخصيته. واحد يسالني يقول لي مين المدرب اللي هيبقى زي مانويل جوزيه؟ مفيش يا جماعه مدرب. ما تقدرش زي تقول حاجه زي مفيش حد هيجي مدرب زي مانويل جوزيه. طب مين المدرب اللي هيجي زي كولر؟ مفيش حد هيبقى زي كولر. في مقياس واحد هو اللي بيفرق الناس، اللي هو النجاح. صحيح. طالما ان النجاح هو هدف الجميع انجح بالطريقه بتاعتي. الله ينور عليك. واخد بالك؟ مش لازم اكون كوبي او نسخه من سابق. كابتن سيد ولذلك مختلف، شخصيه مختلفه تماما عن كابتن خالد. ولذلك حكم مسبق جدا ان انا بعض الناس تطوعوا كده انه يقول لك ازاي كابتن خالد بيبو يجي بعد. طب ما يعني من الجائز جدا انه يحقق نجاحات زي كابتن سيد عبد الحفيظ اكتر اقل. دي تجربه لازم ياخدها كابتن خالد بيبو وهو موجود في قطاع الناشئين والبراعم من سنين طويله. 3 سنين. قبلها اكاديميه. والاكاديميه عفوا، ايوه الاكاديميه، الاكاديميات ثم قطاع الناشئين. والنجاح موجود برضو، يعني دليل على ان هو ممكن يتصعد، ممكن ان هو يحصل على الفرصه. ما هياش قصه ايه؟ انه لازم اقول لك انا سبب القرارات الفنيه اللي انا باخدها. واعتقد انه 90% من جماهير النادي الاهلي الحقيقيه بتقتنع بقرارات اداره النادي الاهلي لثقتها في حاجه مهمه جدا، انه إدارة النادي الأهلي لا يمكن هتطلع قرار عكس مصلحة النادي. طبعا ده أمر لازم يكون أمر مسلم بيه يا كابتن إسلام. ما ينفعش إنه بعض الناس تتصور لما تيجي تاخد قرار زي ده. هل لازم تاخد رأي الناس كلها؟ هل تعمل استفتاء مثلا؟ لا طبعا. صحيح. لأن هو مجلس الإدارة هو المسؤول عن كل قراراته. هو اللي بيحاسب بالمناسبة. هو اللي بيحاسب. فانت ما يعني كمان انا بس عايز أكد على جزئية اللي احنا قلناها، انه كويس جدا ان التغيير جاي في انجح المواسم. صحيح. يعني ما مش هقدر اقولك اكتر من كده. لو كان من الممكن ان يكون التغيير بعد مباراة سان داونز اقول لك ايه مثلا همشي اسلام مثلا، فاسلام هو اللي يشيل الشيلة. طبعا. ولكن خوفا على اسلام، مش اسلام يعني، خوفا على اي حد ايا كان سين يعني من الناس ايا ما كان. خوف قد يكون خوفا عليه ما مشيش في ساعتها. بالعكس دي ميزه بقى. دي ميزه في النادي الاهلي طول عمره انه ما بياخدش قرارات انفعاليه. يعني ما يجيش بعد مباراه حصل فيها اخفاق لاي سبب من الاسباب ومشي اللعيبه وغير اللعيبه. يعني فاكر في عز السنتين اللي فاتوا ناس كتير طالبت بانه لعيبه كتير تمشي. صحيح. ومع ذلك اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط قرروا ايه؟ لا، استمرار الجميع واحداث. يعني حتى لو هعمل تغيير مش هعمله مره واحده. التغيير الافضل كان للمدرب. ايوه، هو ده برضو احد اسباب او احد اسرار النجاح الدائم في النادي الاهلي. دي صحيح. دي حقيقه كل الناس متابعاها، يعني مفيش حاجه غريبه يعني. عموما برضو وليد سليمان، عشان برضو لا نبخث حقه يعني. كابتن وليد سليمان ودوره خلال ما هو ده التواصل بقى. اتفضل. ما هو ده التواصل. يعني برضو الناس برضو اتفاجئت بوليد سليمان، وناس يقول لك انت جايب وليد سليمان وكمان هتحطه كمان على بدر رجب. يعني شوف انت ده حاجه وده حاجه يعني برضو عاوز اقول لك على حاجه دي محتاجه حتى دي محتاجه. ما اللي يقول لا، ما هو اللي يقول الكلام ده برضو انا بقول وجهه نظري، ده اعتقد ما بينتميش نادي الاهلي. هو مش عارف الكلام ده، هو مش عارف السيستم وطبيعه الشغلانه ايه داخل النادي. مش فاهم يعني دي حاجه ودي حاجة. وكون انه الاهلي بيقدم وليد سليمان وبيجهزه
لبكره وبعد، فده شيء كويس. والاهلي بيدور على كوادره من داخل النادي مش النهارده، وهتفاجئ بوجوه جديده السنه الجايه، ثلاثه واربعه بيتجهزوا وتلاقيهم هياخدوا اماكن وهيبقوا حاضرين وشاهدين، لانه ده المطلوب وده الصح عشان تحمي من جوه وتبين يبقى عندك بديل واثنين وثلاثه. الاهلي ليس بناء المقرات فقط، ليس الفوز في البطولات فقط، ولكن ايضا كيفيه بناء الكوادر خلال الفترات اللي هياخد طول عمرنا لغايه دلوقتي. هياخد من فين لو جبت ولسه ما هياخد خبرتهم فين؟ هياخد خبرتهم من تواجده على فكره، على قطاع مهم جدا يعني، ده يعني مشغل نحل زي ما بقول، محتاج عمل كبير جدا وجهد كبير جدا، ومعاه مدير فني كبير جدا عنده خبراته كابتن بدر رجب لا شك، والمجموعه الكبيره دي يا جماعه دي انت بتجهز من خلالها. انت لو تيجي ترجع وتمسك ورقه وقلم وتشوف السيناريو قصادها بحيث بدا ازاي، بدا من منسق للجنه الكوره، وبعد مش عارف كده مش عارف استلم من هذه خشبه وهذه خشبه سلم مش عارف مين، وبعد يعني عاوز اقول لك ايه يا جماعه، الحدوته ما بتجيش في يوم وليله. فعاوز اقول ايه، انه كون الخطوات دي بتاخدها اداره الكوره في النادي فده شيء كويس جدا. هو كمان في تفكيره كمان انه هيقدم لك كمان السنه الجايه، هتلقى اثنين ثلاثه برضه طالعين عليهم العين، يعني ايه بيتفضلوا وتشاف بقى الشخصيه وقدرته على تحمل الشغل، وانه راح في المكان ده وعنده ايه اللي هيقدمه. فده شيء مهم جدا، ما تستسلمش عنده، ما يهمكش القرار خلفيته ايه، انت تساند القرار من اجل الصالح العام والحفاظ على حاله الاستقرار والنجاح. لكن انت مطالب عاوز يطلع رئيس النادي يطلع يفسر لك انا خدت قرار بايه، من قال لك؟ اذا كان اللي اتخذ معاه القرار راجل يعني شكرا والتزم وكلامه اتعرض عليه واحد واثنين وثلاثه وبيفكر وشوف، واللي فيه قرار ما زال يفكر واللي فيه في مصلحته هو شايفه لا شك. وانا بقول لك السيد عبد الحفيظ مش هيبعد عن النادي الاهلي طبعا، ودايما السيد عبد الحفيظ قريب من النادي الاهلي، وانا بقول لك اهو هيكون دايما هيكون احد الداعمين من اصبح يعني سيد من ضمن المنظومه. ما ينفعش دلوقتي ان انا يا جماعه عشان الاداره خدت قرار نعمل مشكله وحاله الهيجان، وكل واحد مع كامل احترامي للجهد المبذول من الاخوه الصحفيين والاعلاميين، كل واحد يقعد يطلع مثلا كل كواليس اللي عنده، اصل حصل 1 2 3 4 اصل حصل 5 6 7 8. انا بقول لك كل الكلام ده مع كامل احترامي ليه، مش هو ده القرار، مش هو ده الهدف اللي اتخذ من اجله القرار. الهدف اكبر من كده، الهدف مصلحه الاهلي، الهدف التطوير، الهدف الحفاظ. الاهلي عنده موسم صعب جدا الموسم الجاي، موسم مزدحم، محتاج دعم ومحتاج تركيز ومحتاج هدوء من الجميع. طيب خلينا ننتقل لهذا الموسم او نهايه هذا الموسم، موسم تاريخي للنادي الاهلي، ولاعبين الحقيقه انا بعتبرهم من اللاعبين التاريخيين ايضا، لانه الحقيقه هذا الجيل من اللاعبين استحقوا التحيه وكل الاحترام. طبعا اولا قبل ما ننتقل الى الموسم الجميل ده لازم نشكر كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا، ونرحب بالكابتن خالد بيبو كابتن وليد سليمان في المهمه الجديده، وان شاء الله ربنا يوفقهم. يعني بالنسبه للموسم الجديد 100% يمكن احنا مع قبل نهايه الموسم ده يا كابتن اتفقنا على انه اصعب حاجه هتواجه النادي الاهلي في الموسم الجديد هي الدفاع عن هذه البطولات طبعا، عن هذه الألقاب. ويمكن ده كان من أخطر الأمور في مباراة كانت إيه، مباراة المصري مباراة المصري في الكاس في الكاس دي كانت يعني مباراة أنا بقول إن فيها كل الجهد وكل الإصرار من جانب اللاعبين وربنا كافئهم برضو على ده، وإنه ده اتحقق برضو اتعوض يعني بعد دخول الهدف متعلم. بعدها بدقائق قليله وكل والهدفين في الوقت بدل الضايع يعني دي 94 و97 او 95 و97. فده دليل على انه لعيبه النادي الاهلي عندها الاصرار الكبير جدا، لسه في شويه نفس وكتر خيره بعد الاصرار لسه في شويه نفس طبعا رغم كل المجهود ده، برضو تلاقي في الدقائق الاخيره ولعيبه النادي الاهلي بتحاول مش مستسلمه للموقف، فده شيء انا بقول ان هو يعبر عن روح النادي الاهلي في الموسم الجديد، انه هيظل مدافع عن البطولات اللي حصل عليها، وده انا بعتبره اكبر تحدي، وده اللي بيحاول مجلس الاداره حاليا او المسؤولين عن قطاع الكره ويتقدمهم طبعا الكابتن الخطيب على ان هم يعملوا هيكلة مظبوطة في الموسم الجديد للحفاظ على هذه الإنجازات. لأن أنا بقول لحضرتك إن هي دايما إحنا بنقول إيه، الوصول للقمة
صعب. الحفاظ على القمه بقى ده موال موال تاني خالص وصعب جدا. يعني كابتن خطيب في كلماته اخيرا يعني في المؤتمر الصحفي الاخير في المؤتمر الصحفي للجامعه الكنديه على ما اتذكر قال ان خلاص الموسم احنا خدنا 5 بطولات وكل حاجه، ولكن اللي جاي اصعب واصعب بكتير جدا. استاذ محمود يعني من ضمن اللاعبين برضو اللي الواحد دايما بيحب يتكلم عنهم وخصوصا خلال هذه الايام، لانه كهربا واحد من الناس اللي تألقت وتغير بنسبه 100%. طبعا كابتن، تكمله بس كابتن اتفضل كلام الاستاذ جمال، عاوز اقول انه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كافئ حاله الجهد والاخلاص اللي اتعملت في النادي الاهلي سواء من الاداره سواء من اللاعبين سواء من الجهاز الفني. توفيق ربنا كان حليف وتجلى التوفيق كان في نهائي دوري ابطال افريقيا في الفوز على الوداد يعني بفارق الاهداف ذهاب واياب. التوفيق ده ما بيجيش من فراغ طبعا. والناس المشغوله بالحظ، الحظ برضه ما بيجيش من فراغ، الحظ دايما للمجتهد وبيجي في اللحظات ربنا بيكافئ كل واحد على قد عمله. الدوري النادي الاهلي استحق عن جداره بامانه شديده 5 بطولات و5 ألقاب مهمين جدا. في حاجات كتير جدا سيناريوهات غيرت داخل فرقه النادي الاهلي لابد انه يتحيى عليها المدير الفني مارسيل كولر وتعديله لكثير من اداء بعض اللاعبين، وعلى راسهم ممكن ياتي كهربا. كهربا تغير وانقلب حاله 180 درجه بامانه شديده، يعني التركيز داخل الملعب خارج الملعب الانضباط، شفنا كثير من المواقف. وكهربا انا شايف برضه بيحتاج دعم اكتر من الجمهور، وبطالبه حاجه تانية، بطالبه هو شخصيا ان هو لا يشغل باله بما خارج المستطيل الاخضر، عليه انه التركيز حقيقي ويبرهن. لا هو ده هو ده الفرق اللي حصل مع كهربا تحديدا. ما طبعا ما ان هو يعني بطالب وبقول له انت عندك كتير، وانا شايف انك انت لسه ما قدمتش كل اللي عندك، تستحق انك انت السنه الجايه يكون رهانك انك انت تبقى نجم الموسم. نجم الموسم يعني اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي بقوه اكتر من اللي اديته صفات نادي الكهرباء من عناصر الفاعله. طبعا دعم كولر كان واضح بالنسبه له، مهم جدا، كان مساندته ليه، وهو يعني بامانه شديده ادى بدور. وانا بقول لك هو من اللعيبه المميزين اللي عنده، لما بيكون مركز في الكوره بيعمل حاجه 10 على 10. من اللعيبه المميزين، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا. بقول له الموسم اللي جاي صعب، خاصه انه الانطلاقه هتيجي كمان مع يعني الدوري هيبدا منتصف سبتمبر، وعندك دوري السوبر الافريقي هيبقى برضه تحدي كبير جدا، وتكمله الكاس اللي هتبدا برضه سيمي فاينل برضه. عاوز يعني عاوز اقول لك ايه، كل لما انت تيجي تعدد المكاسب يا كابتن سلام هتيجي يعني الراجل ده عدى الحال مين؟ على راسهم كهربا، بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمد هاني، كل الناس دي كانت عندها فقد الثقه بسبب حسين الشحات. دي العناصر اصبحت عناصر هتلقى فيه كتير. وانا بقول لك مع بدايه فتره اعداد وموسم انا شايف انه كولر ما قدمش الكره اللي هو عايزها حتى الان بنسبه، النسبه اللي قدمها ما تتعداش 40%. انا شايف الراجل ما زال في جعبته الكتير جدا اللي بيدور عليه وبيصل للمستوى المطلوب. اعتقد فتره اعداد هتبقى مهمه جدا، تركيز مهم جدا، العمل لازم ابص على المنافسين وانا بجري كده، شايف اللي حواليا. الدوري السنه الجايه بقى دوري صعب جدا خلاص، ناس كتير هتبقى هدفها انها تحاول تعرقلك، بس انت محتاج انك انت تشتغل على اخطائك وعيوبك وسلبياتك وما تلتفتش للي بره زي ما التفتش للي بره. اذا ركزت في ملعبك وركزت في انك انت تصلح من نفسك هيبقى لك شان اخر. لو انشغلت بالضجيج اللي هيتعمل حواليك والضجه اللي هتتعمل حواليك هتخسر نفسك وتخسر في الملعب. فانا عاوز اقول لك شغل وعمل كبير جدا، مش لاداره الكوره بس في الاهلي وللجهاز الفني واللاعبين، ايضا للجمهور. الجمهور بقى له عامل ودعم كبير جدا للفريق مع انطلاق الموسم. اتمنى اللي حصل الموسم الماضي يكون بدايه كمان لتاكيد وانطلاق على التفوق الاهلي في الموسم المقبل باذن الله تعالى. استاذ جمال، استاذ محمود، برضو مهم جدا، امبارح كان في حديث في لقاء تلفزيوني لبيريرا مع كابتن سيف زاهر. بريرا اتكلم، قال كلمة واحدة تلخص حال التحكيم في مصر، وقال سلطة. خلاص النادي الأهلي وبياناته النادي الأهلي وبياناته يعني كانت بتطالب بتطويل التحكيم وكذا 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 خلال الفترة الأخيرة. صحيح. هل كنا ظالمين الراجل خلال الثلاث أربع شهور، وإحنا تحديدا الثلاثة تحديدا؟ لا، إحنا كنا دايما بنلتمس له، واضح سكوته كان زي ما هو قال ممكن قاعد بيتفرج ما بيعملش حاجه غير ان هو بيتفرج. احنا كلامنا كان متطابق مع الكلام ده ليه؟ أوكي. يعني بينما كنا بننتقد اداء الحكام
وفي نفس الوقت النادي الاهلي كان بينبه دايما رغم ان هو متصدر في البطوله من اولها لاخرها، انما كان دايما بيحذر من اخطاء التحكيميه لان دي ممكن تاثر بشكل سيء جدا. صح. على فرق حتى لو خدت الدوري بالمناسبه، حتى لو هي الفكره ما بالعكس ده اقوى ان انت تحذر من الاخطاء التحكيميه وانت واخد الدوري. صحيح. يعني ده دليل قاطع على انك مش بتقول كده عشان تبرر اخطاء. انت فلذلك احنا انا متفق كنا متفقين مع بريرا في هذه الاشياء. السلطة. يمكن احنا ما قدرناش نقول سلطه كانت هتبقى بايخه. يعني هو اللي قالها. يعني هو اللي طلبها ونالها. ونالها وكلها. هو اللي طلبها ونالها. بالظبط كده. ونالها وكلها. فيها شطه؟ كان فيها شطه السلطه؟ هنشوف بقى لسه. ففعلا هو الراجل كان بيقر امر واقع. واحنا لو تفتكر يا كابتن اسلام في كلامنا عن بريرا في الاسابيع الاخيره او في الدوري يعني من منذ تولي المسؤوليه قلنا ان هو عامل الفتره بتاعه الموسم اللي فات كاستطلاع او مشاهده. بس هم ما فهموناش كده. لا انا ما فهموناش كده ان هو طالع. بس هو الراجل قال. هو الراجل قال اعترف هو رئيس الوحده. لكن الناس ما فهموناش كده برضه. لا هو ما قالوش. لا هم ما قالوش كده. هو لو قال لك ان هو جاي احنا جايبين الراجل ده عشان يقعد الثلاث اربع شهور دول عشان يتفرج عشان بعد كده يقول. ما هو لازم يتفرج شويه على السلطه عشان يقدر يفرز. وهي بتتعمل يعني ولا ايه؟ ايوه الطماطم لوحدها والخيار لوحده. لو كان الاهلي او غير يعني الحمد لله والشكر لله ان الاهلي حتى على الرغم من كميه الاخطاء التحكيميه الكبيره اللي كانت موجوده في هذا الموسم اللي احنا خدنا الدوري طبعا لا قدر الله كانت هتبقى السنه الثالثه على التوالي الدوري هيروح من النادي الاهلي لا قدر الله تتعامل يعني بسبب اخطاء تحكيميه. انت ابتديت تتعامل بعد تجربه سنتين من الاخطاء ابتديت تتعامل مع الاخطاء دي من خلال ادائك في المباريات ان انت مش بتكسب مش معتمد انك تكسب واحد لا تكسب اتنين تكسب تلاتة. أيوة عشان لو في اخطاء طبعًا دي تعوضها يعني طبعًا. لكن اجمالا انا بتوقع ان هو مع بداية الموسم الجديد اداء التحكيم ان شاء الله نتمنى. هو قال كده يا استاذ جمال. هو قال ايه كلام ما هو قال كلام على فكره قال هو قال ايه هو دلوقتي احنا الراجل ده حط النقط على الحروف. أيوة. قال لك صح. انا كنت جاي اتفرج. طب انت كنت تحط ده لم اتدخل انا من بدايه من الموسم الجاي انا اللي هبقى مسؤول عن تعيين الحكام. بالظبط يعني انت ما كنتش بتتدخل في تعيين منظم قال لك الدوري ممتاز حكام ودوري ثالثه ورابعه الراجل قسم حتى لما جيت اتكلم على اي راي وعلى الحكام وانتباهاتهم قالوا قال لا انا ما شفتش كده وما بشوفش وماليش دعوه بالمساله دي انا مش هدخل فيها طرف. لكن هو قال النقطه الاساسيه اللي كانت قال لنا غيرها ان هو ده الراجل المسؤول واتحط كده عشان هو ياخد البنيات والبوكسات في وشه لكن طلع ان هو الراجل كان قاعد بيتفرج بيشوف لا هو بيخلي اللي عمالين بيعملوا السلطه جوه بيعملوا ايه وبيختاروا مين وبيشيلوا مين وبيحطوا مين. هو قال دلوقتي رسميا ان انا من السنه الجايه بس اتمنى الاول اتمنى الاول اتحاد الكوره بس الاول يدي فلوس الناس الغلابه يدي فلوس الحكام الاول وبعد كده يدور على ايه على السنه الجايه. قال ان انا السنه الجايه هبقى انا المسؤول يعني معنى ذلك ان هو هيختار لجنه الحكام اللي هتشتغل معاه والعناصر بتاعتها وهيفصل الممتاز هيخليهم وحدهم مجموعه وهيخلي دور السوبر ربنا يا رب يتممه على خير ان شاء الله باذن الله تعالى اللي احنا مش عارفين هيبقى فيه فار ولا ما فيهوش ولا الحكام ايه وان شاء الله ربنا يوفق في الثلاث مجموعات اللي هيبقى الدوري ممتاز يعني برضه والمشهد اللي احنا عارفينه. فانا عاوز اقول لك ايه فهو الراجل دلوقتي خلاص ريحنا اي حاجه بعد كده هيبقى مسؤول عنها مين هو عم بريرا بعد كده يبقى الحساب بقى هنشوف بقى التطوير عامل ازاي هنشوف الشخصيات الحكام اتغيرت ولا لا هنشوف الالوان هتختفي ولا لا والكلام بس النقطه برضو المهمه جدا انا دايما بعول عليها جدا المساعدين له من المصريين مهمين جدا لانه حتى لو هو ما يعرفش حد لا مش هيعرف هو يعرف من فين لا يعني هو خلاص بقى عنده خبره لا هو دلوقتي بقى عنده خبرات انا بقول لك هو قاعد الاربع شهور بيعمل بالظبط ما هو الاربع شهور دول هو بيراقب وبيتابع بيشوف مين الحكام الافضل صحيح هو بيكون انطباعاته بس برضه يبقى الحكام او المساعدين له في لجنه الحكام مهمين جدا فنرجو انه هل في تغيير
ولا بيقولوا في تغيير؟ ادينا هننتظر. لا يجب أن انا الحقيقه تفائلت جدا بعد الكلام اللي انا سمعته منه امبارح. يجب ان يبدا، اتمنى ان هو يكمل كلام. يجب ان يبدا يا كابتن اسلام باعلان التشكيل الجديد للجنه الحكام. هنشوف. لا ده ضروري كنقطه بدايه، طالما تحمل المسؤوليه يبدا معاها. ممكن اطرح سؤال؟ اتفضل. هل ممكن احنا نشوف حكام من عندنا يحكموا في الدوري البرتغالي؟ في الدوري البرتغالي؟ يعني زي ما احنا بنجيب حكام من البرتغال. ممكن نشوف حكام، ممكن يعني نشوف مثلا طعم ولا اتنين بيروح مثلا يحكموا هناك. ممكن محتاجه شغل بقى، بس عايزه ترتيبات وعايزه. لا ما هو ده شغله هو يعني. هل هو ده؟ انا عاجبني اصراره على انه الاهلي والزمالك طاقم تحكيم. هل ممكن دي خطوه ممكن اتمنى ان هو يعملها؟ عارف لو عمل كده هتبقى على فكره نقله مهمه جدا، هتبقى حدوثه ثانيه وثقه ثانيه. جدا حوار جدا. مهم يعني الحوار ده جه فعلا في توقيت. لا يعني بصراحه انا بحيي عليه سيف زاهر. حوار مهم جدا في توقيته، ويضع النقط على الحروف في المسؤول او من المسؤول عن الاداء التحكيمي في الموسم القادم. بس ده كويس جدا، واضحه جدا. نتمنى ان هو يحصل. ممكن في يوم من الايام يا استاذ محمود نشوف فريق بيصعد من الدرجه الثالثه للممتاز مباشره. هل طوال مسيرتك وتاريخك حصلت لحضرتك؟ لا انا ما شفتهاش. لا ما حصلتش. صح. لا في بنك الحظ ده. لا لا بنك الحظ ده حاجه ثانيه. لا ده دي الجديد برضو. ما هو برضو الجديد. ما هو ده الجديد. الجديد بمعنى اولا انا مش عاوز اظلم الناس اللي تحت، لكن هو طبيعه المشهد اللي انت شايفه. من طبيعه المشهد واللي انت عملت بيه دوري المحترفين. نفسي افهم بس يعني انت سميت ده دوري المحترفين عليه اساس؟ يعني ما برضو تسميه غريبه جدا برضو. ولا في فار ولا في اي حاجه. قال لك ما فيهوش فار يعني، ولا في حتى القيمه الماديه. والناس دلوقتي الناس اللي هم الانديه ال20 عاملين برضو اعتراض على اعتراض على القرار. وفي انديه منهم هددت عادي. لا في انديه منهم قالت لك لا ان احنا نلعب في ب افضل من نلعب في دوري المحترفين في ظل الانفاق الكبير جدا، وطبعا عقود اللعيبه هترتفع والناس هتطالب بفلوس. وانت هتدي له كام في الاخر يعني؟ يعني هتدي له كام من ال 30 مليون اللي انت هتاخدهم مثلا؟ يعني هتقسمها على الباقي كل واحد 3 4 مليون؟ يعملوا ايه يعني؟ ده يخلصوا في يومين، مش في شهر، مش في شهرين. في يومين ثلاثه ده ما يجيش. أيوة. من العقود. اللي انا عايز اقوله ان هو ايه، هل هو ده النظام اللي هيبقى ثابت، ولا انت دلوقتي عاوز تمتص حاله الغضب عند الانديه الشعبيه اللي هي هبطت للقسم الثالث مديها امل انها ممكن تصعد؟ يعني هل انت شايف ان هو ده المخرج، انك انت تصعد اثنين والثالث يلعب مع الثلاثه الاول من المجموعه من الدوري به، ودول هتختار منهم هيروحوا ذهاب واياب، وفي الاخر هتختار منهم واحد يصعد؟ هل هو طب الدوري الممتاز الف فينه من التخطيط برضه يا اتحاد الكوره؟ يعني انت مصر هتكمل بال 18 نادي؟ ما بتفكرش بكره ال 18 يبقوا 16 مثلا، تقلل مثلا المشهد، او انت عاوز توسع القاعده تحت؟ وده شيء مهم جدا. كمان النظام اللي معمول بيه الدوري المحترفين ده، انك انت تلعب دوري من دور واحد و10 فوق و10 تحت، وال10 فوق تاخد منهم الاثنين الابطال، وال10 تحت تحدد منهم الست الهابطين، واربعه يكملوا واطلع سته من تحت. برضو عاوز اقول لك على حاجه، يعني هل ده القرارات دي او التفكير ده تم بناء على رؤيه فنيه هدفها واضح؟ يعني الهدف ايه النهارده وبكره وبعده؟ مش شايف. انا شايف انه هو محاولات لارضاء غضب بعض رؤساء الانديه اللي يمتلكوا سيطره وقوه وصوتهم عالي، ويحاولوا ارضائهم بانه يمنحهم فرصه، بدليل انك انت حتى الان مش عارف تقسيمه الثلاث مجموعات في الدوري به. وليه دايما جايين على الصعيد؟ يعني ليه دايما يجي يقول لك مجموعه الصعيد حط النادي اللي عاوز تصعده؟ وليه نزل ثلاثه وطل او لا ليه انت جاي مستقل قوي؟ ليه مستقل قوي بانديه الصعيد؟ تروح جايب مثلا كل نادي انت عاوز تطلعه وتروح جايب على مجموعه الصعيد عشان معاه قرشين يعني؟ طب انديه الصعيد يا عم احنا غلابه على قدنا، ما عندناش امكانيات، وبنسافر وبنروح ونيجي، والناس مش حابه السفر، مش عاوز، ما حدش عاوز يجي عندنا. ليه انتم مصرين يعني مش عاوزين حد من الصعيد؟ ما برضو ده غلط برضو يا كابتن اسلام. انا معاك. يعني انا عاوز اقول لك على حاجه، هناك قرارات تم اتخاذها. انا بكلمك ورئيس النادي الصعيد، رئيس اتحاد الكوره استاذ جمال الصعيدي. استاذ جمال الصعيدي، فعادي مش مشكله. النهارده قاعد النهارده بكره خدوا ما برضو جيده برضو. انا عاوز افهم في سنه من في سنه من السنين أسوان اتعملت عليه مؤامرة عشان يهبط، عشان دي اتضايقت انها عماله تسافر 10 ساعات وهم ما قدروش. أسوان المسكين بيسافر رايح جاي مثلا، بيلعب ماتش على ارضه وبيلعب الباقيين ال 18 بره ملعبه، بيتحمل تاخد. لكن يا جماعه انت ما بتعرفش قيمه ازاي الكوره والرياضه بالنسبه للصعيد، حتى لما بقى في نادي ممثل. كنا الالمنيوم موجود واختفى خلاص من على الساحه، وهو راح في الدرجه
مش عارف الثالثه دلوقتي ولا الرابعه. انت اسوان كان عندنا فرصه سبحان الله حاله غريبه من عدم التوفيق في مباراته مع الداخليه وكور في القائم وفي العرض وفي الاخر كانت في ايديهم طبعا كانت في ايديهم طبعا بين اقدامهم يعني. فاللي انا عايز اقول ايه برضو لابد كان اتحاد الكوره برضو يا كابتن سامع انه حتى لو كانت السنه دي او الدوري اللي هيبقى جاي دوري مثلا استثنائي قول لنا هتحل المشاكل الانديه الشعبيه ازاي؟ يعني حتى لو في قرار هيتقال بيقول لك انه اي نادي او اي حد عاوز يشتري نادي خاص ويعمله يدعم نادي شعبي لمده 3 سنين. على فكره الفكره اللي كنتوا عايزينها. ما انا بكلمك اهو. ماشي حلوه. كان الكلام كلنا اتفكرنا عليه قلنا ايه ان احنا عندنا امل انه قانون الرياضه لما تتم التعديلات القصيره فيه يبقى في توفير. وعايز اقول لك والله لن كره القدم مش هيبقى لها قيمه ولا حلاوه ولا متعه الا بالجماهير صحيح. واحترام الانديه الشعبيه ودعمها تحت اي ظرف يا جماعه. اخيرا يا استاذ جمال واضح يا كابتن انه الموضوع ماشي بالقطعه يعني يعني النهارده الدنيا ماشيه خليها يعني ماشيه بكره واقفه بمعنى اصح تعالى نقف يعني احنا شيء كويس قوي ان هو يعلن اتحاد الكوره انا هناك الشركه المتحده للتسويق الرياضي هي المسؤوله عن صح. الدوري ولكن امتى بقى هتنتهي هذه الازمات؟ احنا بنتكلم بقى على الناحيه الفنيه. لا امتى هتنتهي هذه الازمات؟ احنا هنفضل كده يعني احنا خلاص الدوري كمان شهر حاجه من الاثنين يا اما اتحاد الكوره موكل من الجمعيه العموميه بعمل النظام المتكامل زي ما قلنا قبل كده الفني من اول دوري الممتاز لغايه اخر دوري اذا كان بيقول لك الرابع يا استاذ جمال اذا كان بيقول لك فرقتين يصعدوا ما هو دي انا ما شفتهاش لا دي ما هو ده يدل على ايه؟ ان هم بعد ما لقوا الدنيا هايصه قال لك ايه؟ نطلع اثنين بنراضي الناس وندي التانيين واحده ما هي طبعا وندي اللي تحت واحده طبعا يعني نازلين انتخابات السنه يعني عارف النادي الثالث اللي هو المفروض يصعد هيخش في دوره رباعيه جدا يعني انا عايز اقول لازم كل حاجه يبقى لها منطق وانت زي ما تكون طالما انت عندك القدره الشرط اللي هو اتعمل بتاع اذا كنت نادي شركه عاوز تصعد للدوري لا 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 النادي الشركه عايز تصرف على لا لا دي يعني لو عايز تعمل نادي الشركه عايزه تعمل نادي جديد تصرف بقى الاول على نادي بالظبط لازم لمده 3 سنين ترعى نادي شعبي او 3 مواسم حلو طب ما انت في ايدك اهو يعني اقصد ما حدش يقول لي ان احنا وارثين لوايح بس فكره حلوه والله فكره ما هي جميلة. فكره حلوه يا كابتن بس هي الفكره في ايه؟ هتنفذ ولا لا؟ ايوه لازم تنفذ عارف الانديه هتعمل ايه؟ انديه الشركات هتستخبى انها مش انديه شركات هتروح حته ثانيه ما هو ممكن طبعا ممكن بس هي الفكره انك لازم زي ما قلت زي ما قلنا معاك هنا برضو كابتن لازم تعمل نظام متكامل من عشان تقدر تتكلم فيه وارجوهم التسميات يا جماعه التسميات يعني انا سمعت ناس الانديه اللي هي بتاعت دوري المحترفين عملوا اجتماع وطلعوا بيان النهارده طلعوا بيان بيرفضوا فيه برضو قصه ايه ان اتنين يصعدوا غريب والتالت يجي من فنيا يا استاذ جمال وماديا واقتصاديا وكل شيء انت هتلعب ازاي بفرقه درجه ثانيه اذا حبيت تمسك العصايه من الوسط طيب هبوظ الدنيا اخيرا يا استاذ محمود ممكن نشوف امتى ده ينتهي يعني اديني وقت تقول لي اسلام بص اسبوعين وتلاقي لازم كل حاجه منتهيه او سنه او سنتين او سنتين 10 قول لي لا يقعد هيقعد لغايه ما يمر الاسبوع الاول والثاني الكلام ده هيقعد شغال لكن الكلام هيقعد شغال كده؟ هيبقى شغال بس عاوز اقول حاجه كده لامتى طيب بس؟ ما انا بس حاجه سؤال هل احترم طيب. هل احترم مجلس اتحاد الكوره الجمعيه العموميه اللي اتعملت؟ احترم مش جمعيه عموميه ما سؤال بس يا فندم هل احترمها؟ مش هي دي اللي انتخبته؟ مش جمعيه عموميه يا فندم الشؤون القانونيه لاتحاد كره القدم في البيان اللي من امبارح افتت بانها جمعيه عموميه غير صحيحه ليه بقى؟ قالوا الاسباب عددوا الاسباب يعني يعني الورق ورقنا معرفش والدفاتر دفاترنا لا هو الراجل ما انا بكلمك اهو طيب ما انا بكلمك اهو اللي عملت ده العمل العموميه هتسكت ولا هتكمل ما انا عشان كده بسال لا خلاص حضراتكم اكثر خبره مني في لا يا الصراع حضراتكم تقولوا لي بص امتى هنخلص من يعني امتى هنبطل نتكلم عن موضوع الدرجه الثانيه والثالثه حتى انطلاق الموسم انطلاق انت بتتكلم بجد؟ انا بكلم وهينطلق الموسم هينطلق الموسم وخلاص الموضوع ودوري المحترفين هيتعمل واثنين يطلعوا وواحد ينزل وثلاثة ويلعبوا مع بعض بس دي لازم اعاده النظر فيها بصراحه ما خلاص لو بدات المسابقه انتهى الامر خلاص كابتن انتهى لازم الأمر. تعمل نظام يعني زي الدنيا كلها مفيش كده مفيش اللي هو زي ما انت جيت في الدوري الممتاز فرض امر الواقع نعم فرض امر الواقع بس هو السؤال هيوافقوا ازاي؟ ما انا برضه عاوز اسال 20 نادي هتوافقوا ازاي تلعب من دون فار؟ ها؟ دوري المحترفين ودور اسمه دوري المحترفين هتوافق ازاي؟ طب حددت الملاعب؟
أنا ملاعب لاعب ايه؟ ما انا بقول لك هنخش في قصه كبيره جدا. عموما واضح ان احنا هنفضل في هذا هنتسلى شويه يعني هنقعد الاسبوعين متعه العشوائيه لا متعه العشوائيه حلوه قوي سلطه سلطه واحد سلطه وواحد متعه العشوائيه يعني نتمنى ان تنتهي هذه العشوائيه وهذه السلطه على راي بريرا وعلى راي الاستاذ محمود الحقيقه في متعه العشوائيه ونشوف ان احنا نتمنى ان نرى دوري ممتاز ب 14 نادي زي العالم كله ونتمنى أن نرى دوري درجة تانية ألف بعشرين نادي أنا موافق على هذه الفكرة ولكن عادي ثلاث فرق تصعد وثلاث فرق تنزل يعني ده اللي أنا زي الدنيا كلها أعرفه زي الدنيا كلها ما نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. عموما أنا بشكرك جدا شكرا كابتن إسلام شكرا جزيلا بشكرك جدا أستاذ محمود شكرا جزيلا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.